بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الجزائرية. ضمنها سموه صادق تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والرقي. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد أحمد يحيى الوزير الأول الجزائري. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الجزائرية. عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والتطور.